السؤال الأول من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السؤال الثاني من قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. السؤال الأخير: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا
ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم.